ازيكم يا جريت فور، عاملين ايه؟ هنكمل النهارده رحلتنا مع هناء. تفتكروا هناخد ايه مع هناء؟ هناخد نشير نور القمر. هنكمل هناء هتكمل معانا نور القمر. بعد ما ماما صحيتها وقضت اليوم بتاعها لسه مركزه مع القمر، وقعدت بالليل تبص من الشباك بتاعها وتتامل في جمال وعظمه ربنا سبحانه وتعالى وخلقه للقمر، وقعدت تغني للقمر. اختارت كلمات للشاعر اسمه معاطي نصر. معاطي نصر عمل ايه؟ كتب شعر لنور القمر. تعال نشوف معاطي نصر وهناء قالوا ايه. احببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة او شاطئ، في نزهة او في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا احلى الصور، كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. نقول النشيد مع بعض تاني. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألؤ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور، كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف الكلام ده معناه ايه. ادينا هنتكلم عن النشيد بالصور، تعالوا نشوف هناء ومعاطي قالوا ايه. هناء ومعاطي بغنوا القمر وقالوا احببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، بتقول للقمر انا بحبك يا قمر في اي شكل ليك. هي بتعتبر القمر انسان وبتغني له، بتكلم الانسان ده القمر ده وبتقول له ايه؟ انا بحب نورك جدا يا قمر في اي شكل وفي اي مكان، فوق الربا. الربا اللي هي الاماكن المرتفعه، حاجه كده زي التله بس اقل من الجبل شويه، هي صخر. فوق الربا انا بحب شكلك وانت منور فوق الربا، وبحب شكلك يا قمر وانا بتمشى تحت الشجر، وكمان لما بكون في اي حديقه في روضه او بتمشى على الشاطئ شكلك بيبقى جميل جدا يا قمر، وانا ببقى مستمتعه بيه انا واي حد من الناس، وانا كمان بتفسح في نزهه في اي فسحه في اي مكان او في سفر. واحنا مسافرين القمر بينور لنا الدنيا وبيجمل اي مكان موجود فيه، سواء كان القمر مكتمل. هو بيقول لي احببت نورك يا قمر، هو بيتكلم عن القمر لما بيكون مكتمل في نص الشهر الهجري ايام 13 و14 و15 بيكون القمر مكتمل، لكن في اول الشهر وفي اخره بيبتدي القمر يقل شويه شويه او يزيد شويه شويه، لكن القمر في كل احواله بيبقى منور لنا الدنيا ومجمل المكان اللي احنا عايشين فيه. تخيلوا الدنيا لو ما فيهاش قمر هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى الليل ظلام بس، لكن من نعم ربنا سبحانه وتعالى انه خلق لنا القمر وجعل القمر بيعكس ضوء الشمس وينور لنا حياتنا وينور لنا الضلمه اللي في الليل. بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، بتوصف هناء القمر وبتتغزل فيه وبتقول بتوصف القمر ان هو بدر، وهو بدر مكتمل لما بيكون مكتمل ومدور كامل بنقول عليه بدر. بدر بيلمع كالدرر، بتوصف القمر وهو بالليل وهو بيلمع كالدرر كالجواهر والالماز. الالماز بتلمع وبتدي ضوء جامد جدا بيعليها دور. هي كمان بتقول ان القمر كالبد وهو بد بيلمع كالدرر الكبيره. احنا قلنا ان هناء لما طلعت على سطح القمر لقت القمر مليان بالاحجار التي تعكس الضوء، فالاحجار دي لما بيجي عليها نور الشمس بتعمل ايه؟ بتعكس الضوء علينا. كل ما كان احنا شايفين شكل القمر مكتمل كل ما كان الضوء ده باين لنا اكتر. فبدر تلألأ كالدرر وصفت القمر وهو بدر ان هو منور وبيلمع جامد جدا كالدرر والالماس. وسط الدجى يهدي البشر، هو بيلمع امتى؟ بيبان لمعانا اكتر امتى؟ احنا منشوفش نوره في النهار، احنا منشوفش نوره في الليل، وسط ظلام الليل. الدجى هو ظلام الليل وسواده. بيعمل ايه البشر القمر بقى في الليل؟ بيهدي البشر، بينور لنا طريقنا ونشوف الدنيا ونشوف جمالها. وبعد كده بتكمل مع القمر وبتكلمه بتعتبره كأنه إنسان بيرسم لوحة، بتقول فالنهر يرسم لوحة. احنا لو بصينا للبحر أو للنهر بالليل لما بيكون القمر مكتمل بنلاقيه منور وأكن فيه رسمة حلوة جدا على وش المية. فهي بتقول للقمر انت راسم لنا لوحة جدا، لوحة جميلة جدا على وش النيل، وبتهدي لنا احلى الصور، انت بتدينا اجمل الصور. يبقى هي بتقول ايه للقمر؟ هناء بتقول للقمر في النهر يرسم لوحة. احنا لو بصينا للقمر لما بيكون مكتمل واحنا ماشيين على النهر واحنا ماشيين على الكورنيش او احنا ماشيين جنب البحر
بنشوف الضوء بتاع القمر منعكس على المية. يعني ايه منعكس على المية؟ يعني باين على وش المية والنجوم باينة، وأكن في لوحة جميلة جدا مرسومة على وش المية. فهنا بتقول القمر، بتعتبره كأنه إنسان وبتكلمه وبتقول له ايه، انت في النهر بتلسم لوحة جميلة جدا يا قمر، بتهدي لينا أحلى الصور. احنا لو مفيش القمر ومفيش الجمال بتاعه والانعكاس بتاعه على وش المية، مش هنرسم الجمال بتاع صور القمر وأشكاله كتيرة في أي شكل من أشكاله. يبقى هي بتقول القمر بتفتكره إنسان وبتقول له في النهر، في النهر أنت في النهر على وش المية بتاعت النهر بترسم لنا لوحة جميلة جدا بتهدي لينا أحلى الصور. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. إح سرنا يعني أسعدنا، إحنا بنبقى مبسوطين جدا ومبنزهقش أبدا طول ما إحنا باصين ليك في أي وقت من أوقاتك في أي شكل من أشكالك. إحنا بنبقى مبسوطين وإحنا باصين لك، وبنبقى مبسوطين من الضوء بتاعك، سواء وهو في أول الشهر وهو قليل، سواء وهو في نص الشهر وهو مكتمل. في كل وقت من أوقاتك إحنا بنبقى مبسوطين بجمالك يا قمر. تعال نشوف بقى معاني الكلمات. الربا احنا قلنا هي المكان المرتفع، يبقى الربا معناها ايه؟ مكان مرتفع. في روضة، الروضة هي البستان او الحديقة. او شاطئ، الشاطئ هو الساحل او الضفة. يبقى احنا قلنا معنى الربا المكان المرتفع، ومعنى روضة بستان او حديقة، ومعنى شاطئ ساحل او ضفة. النزهة هو الخروج للترويح عن النفس، انا لما بخرج اغير جو هو ده اسمه النزهة. النزهة الخروج للترويح عن النفس. ومعنى تلألأ، احنا قلنا بدر تلألأ كالايه، كالدرر. تلألأ معناها لمعة، يبقى هي بتبصف القمر ان هو بيلمع. تلألأ معناها لمعة. والدرر احنا قلنا مفردها الدرة، وهي اللؤلؤة الكبيرة. الدرر هي معناها ايه؟ اللؤلؤة الكبيرة. الدجى قلنا ظلام الليل وسواده، يبقى القمر بينور اكتر امتى؟ لما بيكون في ظلام الليل وسواده، يبقى الدجى هو ظلام الليل وسواده. كم سرنا يعني كم أسعدنا وأفرحنا، يعني سرنا معناها أسعدنا كثيرا رؤية القمر وجمال القمر في لما بينور لنا دنيتنا. ولو شلنا كم هتبقى سرنا، سرنا معناها أسعدنا، وكم سرنا معناها كم أسعدنا. معنى أحلى أجمل، ومعنى سفر تنقل. أنا لما بسافر من مكان لمكان يبقى بنتقل من مكان لمكان، يبقى سفر تنقل. يهدي معناها يرشد، يهدي معناها إيه؟ يرشد. اما يهدي بالضم الياء يعطي، يبقى انا عندي يهدي ويهدي الاثنين مكتوبين زي بعض بالظبط، بس الفرق ما بينهم التشكيل بتاع الياء. لما تكون الياء تشكيلها بالفتح يبقى بيرشد. القمر لما بينور لنا الدنيا بتاعتنا بيرشدنا وبنشوف الطريق ازاي نمشي فيه. اما يهدي لما قلنا ان هو بيعطينا احلى الصور، يبقى بيعطينا ايه؟ بيمنحنا صور جميلة جدا وخيال جميل جدا. معنى طول النظر التأمل في خلق ربنا سبحانه وتعالى وفي عظمته وفي جماله وفي كرمه علينا. نقول معاني تاني، ربا معناها المكان المرتفع، روضة معناها بستان وحديقة، شاطئ قلنا معناها ايه؟ ساحل أو ضفة، شطار. نزهة معناها الخروج للترويح عن النفس. تلألأ معناها لمعة. الضرر معناها اللؤلؤة الكبيرة. أما الدجى معناه ظلام الليل وسواده. كم سرنا كم أسعدنا وأفرحنا كثيرا. أحلى معناها أجمل، وسفر معناها تنقل. يهدي يرشد، يهدي بالفتح قلنا إيه؟ يرشد. أما يهدي بالضم معناها يعطي. طول النظر معناها التأمل. تعال نشوف بقى الكلمة وجمعها. نور جمعها أنوار، نور جمعها إيه؟ أنوار. أما قمر أقمار، والربوة الربا، والشجرة الشجر أو الأشجار. روضة جمعها رود ورياض. شاطئ جمعها شواطئ وشطان. يبقى شاطئ جمعها ايه؟ شواطئ. الاسهل اللي احنا حافظينه على طول، شاطئ جمعها شواطئ. نزهة جمعها نزه ونزهات، يبقى نزهة جمعها ايه؟ نزه ونزهات. سفر جمعها اسفار. احنا قلنا وسط الدجى، الدجى قلنا ظلام الليل. الدجى مفردها دجية، يبقى دجية جمعها ايه؟ دجى. النهر جمعها الانهار والنهر، النهر جمعها الانهار والنهر. اما لوحة جمعها لوحات، والصورة جمعها الصور، وضوء اضواء. نقول جمع تاني، نور جمعها أنوار، قمر أقمار، الربو الربا، الشجرة الشجر، روضة رود ورياض، شاطئ شواطئ، نزهة نزه ونزهات، سفر أسفار، دجية دجى، النهر الأنهار، لوحة لوحات، الصورة الصور، ضوء أضواء. تعالوا نشوف المضاد بقى، مضاد الكلمات بتاعت النشيد بتاعتنا ايه. أحببت مضادها كرهته، ودي ما عارفينها. أحببت مضادها ايه؟ كرهته. نور مضادها ظلام. النور مضاده ايه؟ الظلام. السفر ان انا بنتقل من مكان لمكان، مضادها الاقامة، ان انا مقيم في المكان بتاعي ما غيرتوش، ما سافرتش ما رحتش اي مكان تاني، يبقى سفر مضادها اقامة. سفر مضادها ايه؟ اقامة.
لا، احنا قلنا معناها لمعة، اللؤلؤة لما تكون بتلمع، او الحاجة الازاز بتاعتي لما تكون بتلمع عكسها منطفئة، ملهاش لمعة، ملهاش شكل خالص، يبقى تلألأ معناها لمعة ومضادها ايه؟ انطفأ. يهدي، يهدي يأخذ، احنا يهدي معناها يعطي، احنا قلنا يهدي معناها ايه؟ يعطي بضم الياء، يهدي معناها يعطي، مضادها ايه؟ هو واحد اداني حاجة مضادها يأخذها مني، يبقى يهدي مضادها ايه؟ يأخذ. اما يهدي معناها يرشد، يبقى مضادها ايه؟ يضل، واحد بيرشدني للطريق وواحد بيضلني، بيلخبط للطريق وهو مش عارف وبيقول لي امشي في اي مكان ويتوهني، يبقى يهدي معناها يرشد ومضادها ايه؟ يضل، مضادها ايه؟ يضل. اما احلى مضادها اقبح. الضجى قلنا معناها الظلام، يبقى عكس الظلام الايه؟ النور، يبقى عكس الضجى النور. الربا قلنا مكان مرتفع، يبقى مضادها مكان منخفض. سرنا اسعدنا، يبقى مضادها ايه؟ احزننا، يبقى سرنا مضادها ايه؟ احزننا. طول مضادها قصر، قصر، دول مضادها ايه؟ قصر. اما ضوء مضادها ظلام. والمضاد تاني، احببت مضادها كرهته، نور مضادها ظلام، سفر مضادها اقامه، تلألأ مضادها انطفأ، يهدي مضادها يأخذ، يهدي مضادها يضل، أحلى مضادها أقبح، الدجى مضادها النور، الربع مضادها مكان منخفض، سرنا مضادها أحزننا، طول مضادها قصر، ضوء مضادها ظلام. يبقى احنا كده خدنا النشيد وعرفنا معناه ايه ومعنى الكلمات بتاعته ايه. نحفظ النشيد ونحفظ المعاني، والمرة الجاية نكمل.